إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو وشكرا. الملعب حسابيا لا فريق حسنيه اكادير ولا المغرب الفاسي مازال ما ضمنوش البقاء ديالهم رسميا بيد الدوري الاحترافي، ولكن كنقول بانه المرتبه اللي هما الان فيها فعندهم كل الامكانيات اكيد انهم يكونوا حاضرين خلال الموسم المقبل. المغرب الفاسي وحسنيه اكادير كنقول بانه جوج الفرق من افضل ومن الفرق اللي عندها تاريخ على مستوى كره القدم الوطنيه. حسنت تعطت انطلاقه ديال هذه المواجهه. اخر فوز للمغرب الفاسي على الحسنيه كان لقاء اياب موسم 2021 في 22 باكادير بجوج الاهداف قبل هدف واحد في ليميت ليما في الوقت الاصلي والاضافي ثم الضغط النهائي. هذه فرصه الهدف الاول والكره تمر جانبا في الوقت للحكم المساعد رفع الرايه اسماعيل حراش لقى نفسه وجه لوجه مع الحارس بدر الدين بعير، ولكن الكره ديالو والتسديده ديالو مشات جانبا. نتابع مره اخرى هدف مقابل هدفين. تبادل المحاوله مره اخرى اسماعيل حراج داخل منطقه الجزاء امكانيه التمرير، ولكن الكره ما وصلتش لعماد الرياحي. تدخل الدفاع ترجع الكره مرة. النتيجه كانت كبيره 4 أهداف مقابل هدفين في الدور الربع النهائي في الوقت اللي كان تخطى كل من الكوكب المراكشي في الدور 16. ثم الانتصار اللي كان خلال الجوله الماضيه امام فريق الجيش الملكي انتصار 16 لكاتي جويس ممتازة. هذه فرصة عند سفيان المدن وصل الكرة، ولكن التمريرة كانت سهلة في يد الحارس حمزة الإيجاوي. فرصة نقطة واحدة وبالتالي إطار متواصل على مستوى الدوري الاحترافي. تبادل المحاولة إسماعيل حراج فرصة والهدف هدف الأول بواسطة محسن بوريكا اللي تحدث أنه هداف ديال الفريق يجيبني بسرعة، وهدف أول لفائدة فريق المغرب الفاسي ممتازة من الجهة اليسرى من إسماعيل الحراش اللي تمكن من التمرير داخل منطقة الجزاء، واللاعب محسن بوريكا يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة والهدف 11 وبالتالي يعتلي صدارة الهدافين إلى جانب إسماعيل خافي ويسري. صوفيا الكزيد دخل داخل منطقة الجزاء رفع الكرة، ولكن فقط كان تواجد إبراهيم دحمون اللي كيقطع الكرة من جديد تعود لفائدة فريق المغرب. جويس كانت تمريره من عبد الله ابو خرفر مره اخرى دائما محاوله لفريق الحسنيه تسديده والكره في القائم تسديده حمزه افصال والقائم الايمن يرد وينوب عن الحارس حمزه الايجاوي. فرصه ومحاوله سفيان المدن مراوغه ممتازه محاولات دائما الخطوره متواصله امكانيه الهدف وابعاد الكره. تدخل عبد الله ابو خرفر ضغط متواصل من فريق حسنيه اكادير ضغط قوي من فريق الحسنيه. كره طويله داخل منطقة الجزاء فرصة أخرى لفائدة فريق حسنيه أكادير، ولكن الكرة بعيدة شيء ما على قد عنده مكانته. فاز بكأس الاتحاد الإفريقي 2011 على النادي الإفريقي التونسي، وكذلك الكأس الممتازة الإفريقية أمام الترجي على مستوى الجهة اليمنى. إمكانية العرضية الكرة بعيدة شيء ما، الكرة بعيدة على محسن بوريكا. تدخل وأنه كذلك تأقلم مع النادي وكذلك مع الكرة المغربية. هناك خطأ تدخل امام جمال الشماخ خطا لفيدال يعني عبد الهادي سكيتيوي، وكذلك يعني تجاربه مع فريق الحسنيه اكادير. فحمون دحمون المراوغه ممتازه امكانيه التمرير لعب الكره سدد وتدخل الدفاع. تدخل عمر جراري كيلعب كره طويله دائما تسديده تدخل الدفاع دائما عماد الرياحي فرصه تسديد محاوله وتدخل الحارس في الوقت. هناك وضعيه تسلل وضعيه الحكم ما علمش على ما رفعش الرايه. محسن بوريكا غنتابعو مره اخرى هنا التسديده عند عمر جراري رفع الكره. هذه فرصه محاوله راسيه ولكن تدخل ممتاز الحارس بدر الدين ابعير من عبد الله ابو خلف طلب الكره والهدف هدف تعادل لفائده فريق حسنيه اكادير. حمزه افصال يتمكن من وضع الكره في الشباك مرتد هجومي سريع لفريق الحسنيه ينهي حمزه افصال بافضل طريقه وبافضل ختم. فرحه كبيره للجماهير القليله جماهير الوفيه لفريق حسنيه اكادير الذي يتمكن من العوده في النتيجه. الكره جمال الشماخ تمكن انه يمر. هذه فرصه تدخل الحارس كاتي جويس كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. تعلق الحارس حمزه الايشاوي جمال الشماخ الفريق حسنيه اكادير رفعت الكره من جهه 13 الراسيه دائما سفيان المدن رفع الكره في القائم التالي. فرصه الهدف تضيع من فريق حسنيه اكادير. كان تواجد كل من عبد الله ابو خنفر وكذلك المدافع السنغالي حسن بيي. نتابع من جديد سفيان المدن
لاحظوا كان سوء تفاهم بين عبد الله سبعين حراش هذه فرصه، ولكن هناك تغطيه من طرف المدافع ياسين رامي، كيرجع كره لبدر الدين أبير. جلال طشطاش تري المركز الثاني على بعد دوره واحده من نهايه الدوري بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني اتحاد أمل تيزنيت. فريق اتحاد يعقوب منصور كان ضمن الصعود للقسم الثاني بعدما فرض هيمنته على ترتيب البطوله الوطنيه هوات. ترجع الكره اتجاه اللاعب بن دحمون، ابراهيم بن دحمون، تدخل وابعاد الكره، يوسف اقردوم يتدخل ويبعد الكره للركنيه. نتابع مره اخرى ابراهيم بن دحمون جزاء داخل منطقة الجزاء، عبد الله بوخنفر معطى الكرة، بوخنفر إمكانية تسديد ولكن كرة مشات جانبا من القائم الأيمن، فرصة ومحاولة لفائدة فريق حسنية أكادير بواسطة اللاعب عبد الله بوخنفر. نتابع هذه المحاولة، نتابع هذا المجهود، بوخنفر كان بإمكانية التوقيت المحلي للكونغو الديمقراطية. تلعبت كرة هذه فرصة وتدخل الحارس، تدخل الحارس بدر الدين أبعير. سبعين حراش فرصة إمكانية تسديد، سبعين حراش يسدد وتدخل، تدخل عصام بيه فرصة وسط كرة لأشرف هرماش غادي يعمل رفع الكرة هذه فرصة، تدخل وإبعاد الكرة، كانت فرصة ومحاولة، كان هناك تغطية العودة ديال كاكنونين داخل منطقة الجزاء، كاتي ولكن كرة كتخرج خارج أرضية الملعب، كاتي جويس كتضيع منه هذه الفرصة وهذه المحاولة. غزواني كينتظر المساندة تبني على مستوى الجهة اليمنى ولكن هناك تغطية من جمال الشماخ أمام لاعب حراش، انطلاقة فرصة إمكانية التمرير ولكن هناك تواجد ياسين رامي، تدخل العميد اللي كيبعد الكرة، البحث على التمرير داخل منطقة الجزاء، لعبت الكرة في القائمة الثانية فرصة، تدخل ممتاز للحارس حمزة الإشاوي من مباراة سيميا اللي أكدوا بأن يمكن الجولة الثانية تكون هناك تغييرات وقراءات المدربين من أجل الوصول للمرمى. الركنية لعبت الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء الرأسية من طرف صلاح الدين باهي، في الوقت كان هناك مطالبة ب لبست يد وبالخطأ الحكم كيقول ركنية أخرى لفائدة فريق حسنية أكادير. نتابعوا من جديد إذا غتكون متابعة اللقطة بالفعل. إذن أشرف برادا سيتابع اللقطة وسيتابع الصورة وحكام البار المتنمي. إذن الحكم يعلن ضربة جزاء لفائدة فريق حسنية أكادير. إذن الحكم بعد متابعته للصورة مدن ينفذ الكرة في الشباك، هدف ثاني في ذات فريق حسنية أكادير، يتمكن من تسجيل هدف، فرحة كبيرة للجماهير الحسنية القليلة الحاضرة والتي تتابع المباراة. إذا حسنية أكادير الآن كياخذ السبق خلال هذا اللقاء وخلال هذا المباراة. سفيان المدن من نقطة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني والهدف الثامن. الرياحي هذه فرصة في ذات فريق المغرب الفاسي داخل منطقة الجزاء، إسماعيل حراش وضربة جزاء كانت واضحة، ضربة جزاء واضحة لفائدة فريق الدين أبعير. محسن بوريغا يضع الكرة في الشباك، هو العارف بخبايا الشباك وهو الهداف الآن للدوري الاحترافي وهداف فريق المغرب الفاسي. محسن بوريغا يتمكن من تسجيل الهدف الثاني والثنائي خلال هذا المباراة وبالتالي اعتلاء صدارة الهدافين، فرحة كبيرة لجماهير فريق المغرب الفاسي بهذا الهدف.